بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بهذه الساعة صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله يا أبنائي الطلاب بهذه الحلقة الجديدة والتي سنعرفكم فيها على أداتين رياضيتين هامتين جدا، وهما الفيرست تي دي اس ريليشن والسكند تي دي اس ريليشن. ولكن قبل أن أبدأ في ذلك، دعني أنا وإياكم ننظر في الحصالة الخاصة بكل واحد منكم، هل ما زالت هذه المعادلات موجودة أم غير موجودة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة معادلات إلى الآن منذ بداية شرحي لهذا الشابتر معاكم، وستزداد بإذن الله الحصالة مزيدا من المعادلات، بعضها يعني نظري وبعضها عملي ومهم جدا. الآن من دون تأخير يا أخوان، خلونا نأخذ لنا سيستم أنا رسمته لكن اعتباطي بالدويرة هذه، ولكن بإمكانك تعتبره سيستم سلندر أسيمبلي ذات إز أندر جوينج أن إنترنالي ريفيرسيبل بروسيس، عن طريق نفرض نحن نضيف كمية متناهية الصغر من الهيت ترانسفير انتو ذا سيستم، ويخرج لنا وورك متناهي الصغر اللي هو دلتا دبليو انترنالي ريفيرسيبل، وابغى تطبق لي الانرجي بالانس ان اتس ديفرنشال فورم. هذا هو الانرجي بالانس، دلتا كيو انتو ذا سيستم ماينس دلتا دبليو انتو ذا سيستم ماينس دلتا دبليو اوت اوف ذا سيستم، هذا حيساوي ايش؟ دي يو وليس دلتا يو، اوكي، لان الشكل كله ديفرنشيال او متناهي الصغر. الان يا ابنائي الطلاب اباكم تطالعون في الحد هذا اللي هو دلتا كيو انترنالي ريفيرسيبل، وقولوا لي من الحصاله حقتكم الان هل في امكانيه اني اعوض عنه ولا لا. والله يا دكتور خلينا نطالع، هنا ما في شيء، هذه اوكي طيب، اي بس هذه كيو يا ولدي، كيو وتساوي تكامل، هنا ايش موجود؟ هنا موجود استاذ دلتا كيو، طيب دور لي دلتا كيو، هنا ما في دلتا كيو دي. طيب ارجع اطلع فوق، ايوه هنا، ايوه ايش حصلت؟ لو ضربت الطرفين في الوسطين دلتا كيو حتساوي تي دي اس، ممتاز جدا. ابغاك تشيل الان الدلتا كيو ب تي دي اس وحنحطها الان. طيب الان دلتا دبليو حتساوي ايش؟ ما درسنا شيء عن الدلتا دبليو هنا في الشابتر حق الانتروبي ولا في الشابتر السابق حق السكند لو، ايوه بس انك درسته وين؟ في بدايه السمستر. الدلتا دبليو حيساوي ايش؟ بالبريشر في دي في ولا لا؟ والله ما ادري يا دكتور، الا تدري. اها دلتا كيو حتساوي تي دي اس، ودلتا دبليو حتساوي بي دي في، والدي يو زي ما هي ما تغيرت. طيب الآن أباك تقسم لي المعادلة هذه على الماس، إيش اللي بيحصل؟ والله إذا قسمنا على المعادلة يا شباب، الكابيتال إس هنا تصبح سمول إس، والفي سمول في، واليو ليتل يو، يعني كيلو جول بير كيلو جرام، وهنا متر تكعيب لكل كيلو جرام، وهنا كيلو جول بير كيلو جرام كالفن، ممتاز جدا. هذا هو، هذه الله يحييك هي الفيرست تي دي إس ريليشن والصيغة الأولى منها، يعني 1A. هل في يعني 1B؟ إيوه، خليني أنا وياك نسوي فيها تعديل. أبغاك الآن تقسم لي المعادلة دي على التمبريتشر. لو قسمتها على التمبريتشر، التي هنا بتطير ويصير عندي تي في المقام هنا وتي في المقام هنا زي ما أنت شايف الآن، أوكي؟ طيب حطيتها في بوكس من دون لون يعني أزرق، يعني ما نحتاجها بكثرة، لكن لو كاملت أنا وياك اللفت هاند سايد والرايت هاند سايد حنحصل على إيش؟ اللفت هاند سايد حيساوي S2 minus S1 اللي هو دلتا S، أوكي؟ وهنا حيساوي التكامل من 1 إلى 2 DU على T، وهنا التكامل من 1 إلى 2 BDV على T، وهذه الفقرة باء أو الصيغة باء من الفيرست TDS relation، وحضيف أنا وياك هذه وهذه بنحطها هنا بعد شوية. طيب الآن خلصنا من الفيرست تي دي اس، خلينا نروح أنا وياك للسكند تي دي اس ريليشن. هل تذكر معايا الانثالبي ريليشن؟ ذكرنا الله يجزاه خير.
احنا في اول السمستر مش قلنا ان الانثال بتساوي اليو بلس البي في؟ ايوه ذكرت يا دكتور ذكرت. طيب ممكن حضرتك تاخذ لي توتال ديفرنشال يعني تسوي الديفرنشيشن هذا؟ طيب دي اوف اتش دي اتش وهنا دي اوف يو دي يو وهنا دي اوف البرودكت اللي هو المضروب حيساوي عندي الاول في مشتقة الثاني زاد الثاني في مشتقة الاول. جميل جميل جدا ممتاز. طيب هيسوي الحركة هذه. ها ايش سويت؟ قلت نقلت يا دكتور ال في دي بي على اليسار. جميل جدا. وبقي ايش؟ بقي ال دي يو بلس بي دي في. اهو خليته لك الان بالاحمر. دي يو بلس بي دي في خليته لك بالاحمر. الان هذا مش يسوي ذا؟ الا والله يا دكتور زي بعض. طيب ايش رايك اشيل هذا لحد واحط بدله تي دي اس؟ اوكي؟ ممكن ما عندك مشكلة. طيب ايش رايك احط اقلب المعادله يعني خلي التي دي اس على اليسار ودي اتش ماينس في دي بي على اليمين؟ ممكن ما في اشكاليه. هذه تسمى السكند تي دي اس ريليشن او جيبز اكويجن. وسيبك من كلمه جيبز اكويجن او جيبز اكويجن هنا خلاص سميها السكند تي دي اس ريليشن. طيب الان ابغى منك تقسم على التمبريتشر زي ما سوينا هنا. لاحظ ايش بيحصل. الدي اس بيطير التمبريتشر منها تصير عندي التمبريتشر هنا وتمبريتشر هنا في مقام كلا الحدين هذولا. وزي ما سوينا هنا حنسوي هنا حنكامل من 1 الى 2 من ستيت 1 الى ستيت 2 فيطلع لي دلتا اس حتساوي الانتجرال من 1 الى 2 اوف دي اتش على تي. هنا كانت دي يو على تي وهنا ماينس بينما هنا كان بلس في دي بي هنا كان بي دي في على التمبريتشر. هذه الصيغه الثانيه من السكند تي دي اس ريليشن. طيب قبل ما ننتهي حنضيف ايش المعادلتين هذولا. شفت ابغاك تحط لي 1 بي و 2 بي في الحصاله حقتك. صار عندك الان كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 فلا تنسى. شفت صار عندنا 8 معادلات. الان خلوني اسوي لكم تطبيق على ايش؟ على الانتروبي تشينج فور انكومبريسبل سبستنس. دعوني أوريكم الخارطة هذه الهامة جدا جدا. هذه الخارطة سميتها دليل النجاة في موضوع الانتروبي Survival Guide for Entropy Topic أو الانتروبي تشينج بالمفروض. طبعا عندي الآن ثلاثة مواد رئيسية أو ثلاثة مودلز. الانكمبرسبل سبستنس اللي هو يا ليكويد يا سوليد. المواد التي يتغير الطور فيها الفيس تشينج سبستنسز زي الووتر والريفرجرنت والبروبين والأمونيا إلى آخره. وعندي الايديال غاز وما ادراك ما الايديال غاز. الايديال غاز في شابتر 3 الموديل حقه يا الله قدرت اخليكم تفهمون وتهضمونه الخاص بالانثالبي والخاص بايش بالانترنال انرجي وما رافقها يعني من فرضيات سواء باستخدام الفاريبل سبيسيفيك هيت او الكونستنت سبيسيفيك هيت. الان في الانتروبي عندنا برضو شيء مماثل فأنا بعطيكم إياها حبة حبة. اليوم بأكمل إيش الفيديو هذا السابق بحساب الانتروبي تشينج للليكويد والسوليد اللي هو الانكمبرسبل سبستنس وبالفيس تشينج. وبعدين في الحلقتين القادمة إن شاء الله ناخذ الايديال غاز يعني فورمولاز. فنرجع على الصفحة الرئيسية حقتنا وأروح للحصالة اللي أنتوا مجمعين فيها المعادلات هذه وأخذ الفيرست تي دي اس ريليشن. هنا هي أفضل شيء تنفع لي بالنسبة للإنكمبرسبل سبستنس. وإذا تذكرون أنه إحنا قلنا في الإنكمبرسبل سبستنس موديل الفوليوم لا يتغير. الفوليوم أو السبيسيفيك فوليوم للسيستم is always constant وبالتالي الديفرنشال of the volume is equal to zero. تمام هذه واحدة من الارتيكلز أو القواعد أو الأسامشنز الهامة في الانكمبرسبل سبستنس موديل. وأيضا بينا في شابتر 3 أن دي يو فور أن انكمبرسبل سبستنس حتساوي السبيسيفيك هيت أوف ذات سبستنس في دي تي. وقلنا أنه لا فرق بين السي في والسي بي بالنسبة لماذا؟ للمواد الصلبة. الآن بستخدم الانفورميشن هذه. دي في حتساوي زيرو لما أروح أوضها هنا حيطير الحد هذا كله السكند انتجرال. والدي يو الان اذا شلتها اقدر احط بدلها سي دي تي.
طيب هذه هي النتيجة التي أمامكم، هذا كلها الفيرست تيديس ريليشن أصبحت الشكل هذا. جيد، لاحظ الآن زي ما بينا في تشابتر 3 من الانكمبرسبل سبستنس موديل ان السبيسيفيك هيت ثابت، اوكي، نقرا عند ال 300 عاده كالفن، واذا كنت محظوظ وقال لك انه تي 1 وتي 2 موجودات تجمع الثنتين تقسمها على 2 وتحاول تشوف لك جدول يعني فيه السي، لكن غالبا الجداول حقت الثيرمو معظمها بالنسبه للانكمبرسبل سبستنس موديل يعطيك كلها عند كم؟ عند 300. ما علينا. طيب الآن بما أن السي ثابت حطلعه برا، اتفقنا؟ اتفقنا. بقي عندي تكامل دي تي على التي، طيب حيساوي إيش يا شباب؟ إذا ما أنتوا زي طلابي السمستر هذا أتوقع أنكم بتجاوبون أوكي وتقولوا لي أنه تكامل دي تي على تي هو لن تي 2 على تي 1 بالضبط. إذن التشينج أوف ذا إنتروبي for an incompressible substance حيساوي C في لن T2 على T1. الآن خلني أضيف كمان حاجة بسيطة معاها، مش إحنا عرفنا الايزنتروبيك بروسيس وقلنا إنها إن التعريف حقها is that process during which الانتروبي تبقى ثابتة بحيث أن الدلتا S تساوي 0، وهذا لا يحصل إلا إذا كانت البروسيس أديابتك وريفيرزابل. وأكد لكم من فين جبناها، جبناها من هنا معايا، أنه إذا هي أديابتك فدلتا كيو بزيرو ولازم تكون العملية internally reversible أو reversible، فدي اس بزيرو يعني اس 2 حتساوي ايش؟ اس 1. طيب الآن من خاصية اللوغاريثمات، متى يصبح اللن حاجة حيساوي زيرو؟ لما الحاجة هذه اللي هي تي 2 على تي 1 حتساوي 1، يعني ان تي 2 حتساوي تي 1 بالنسبه للايزنتروبيك بروسيس اوف ان انكمبرسبل سبستنس. وين تحصل هذا؟ تحصله في ايش؟ في الخارطه او خارطه الطريق اللي امامك اهو، هذا الانتروبي تشينج فور ان انكمبرسبل سبستنس. واذا كان عندك ايزنتروبيك بروسيس اللي هي ادياباتيك وريفيرسبل يعني دلتا اس بتساوي 0، حط اليسار هنا بزيرو يطلع لك تي 2 حتساوي ايش؟ حتساوي تي 1. ولا اسمع منكم يا شباب حد يرسل لي كومنت يقول بالله عطني رابط للشكل ذا، يا اخي سوي سكرين كابتشر واطبعها في جهازك ولا خزنها في الجوال حقك، الحد ما ان شاء الله اشتري لي دومين على الانترنت واحط لكم كل الاوراق حقتي كلها قبل ما انت قاعد ان شاء الله تعالى. يلا نرجع من جديد. طيب الان أروح لمين؟ للانتروبي تشينج فور ا سبستنس وذ ا فيس تشينج. انت تحدد الريجن، يا كومبرست ليكويد، يا ميكستشر ساتوريتد ليكويد فيبر ميكستشر، يا سوبر هيتد فيبر. اوكي، اذا ساتوريتد ليكويد فيبر ميكستشر طبعا لازم الكواليتي تكون معروفه عندك، تضربها في اس جي ماينس اس اف اوكي وتضيفها الى اس اف وخلاص تطلع لك الانتروبي هنا. فهذه كلها تجيبها من فين؟ directly from the tables. وبالتالي دلتا S هنا ما لها معادلة، جيب S2 عند الستيت 2 وS1 عند ستيت 1 وطرحهم من بعض وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب وإذا كانت isentropic أسهل من الموية، دلتا S بزيرو هنا فS2 حتساوي إيش؟ حتساوي S1. أتمنى أني وفقت يا أبنائي الطلاب يعني في شرح الانتروبي تشينج، ووفقت أيضا في انتروديوسنج الفيرست تي دي اس ريليشن والسكند تي دي اس ريليشن، وإن شاء الله تحافظون على الحصالة حقتكم هذه في المعادلات، والله يعينكم حتنمو وتزداد كمية المعادلات في حصالة النقود أو حصالة المعادلات الخاصة بكم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.